الحالة الوضعية لكوفيد 19 فيروس كورونا لهذا اليوم الأحد الموافق الرابع من أكتوبر 2020. هناك 359 عينة تم فحصها، 3 إصابات جديدة سجلت، حالة بمايوكي الغربي وحالة بمدينة جمينة وحالة تم تشخيص بعد الوفاة في اللوغون الغربي، 0 حالة شفاء، ويبقى العدد الكلي 1075، بينما هناك حالة وفاة واحدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 86، وهناك 56 حالة مرضية تحت العلاج. تدعو المنسق الوطني للسيادة الصحية المواطنين إلى الهدوء والتضامن واليقظة واحترام القرارات والإرشادات. المنسق الوطني للسيادة الصحية البروفيسور شواء أشمي.